بعض الناس هدانا الله إياه يتشائم يتطير. مانا يم ابن ونوجه يم ابن أنا هرب بكتي نورتو بكتي نورتو كهيبي يتوقع الشر. مانا كان كون يودا مو هي مهبو لي بني هبتام يتوقع المصيبة. مانا والله محبتي مسكتي مصيبة هبتام. يا إذا رأى حيوان من الحيوانات طير من الطيور يتشائم به يقول اليوم يوم شر. ستايوتي جاي دمي قلت يقول والله بوبوجي كون عندي مود قلت كتي نورو إن ندودي أو يسمع مثلا صوت حيوان صوت حمار صوت كلب يقول هذا اليوم يوم شر. ولا أوتي إن أنا هيتو بارير ولا هيتو بابا ولا قطنغو كونانديم إن غنيالا لودي أكتينو غنيالا لو عند غنيالا البونغالني يتطير ببعض الأمكنة. ما أنا أوتي كاتينو كان إمور نوكيجي قطيجو يقول هذا الطريق لا أمشي فيه كل ما أمشي فيه يحصل لي حادث. وإن هنو كاتينو رتا وإن نقول لا والدي نميري إما قول ووب وندو بني هبايلا يتطير بعض الأزمنة يقول يوم الأربعاء مثلا أنا لا أصنع فيه شيء. أوتي إنك يا نيند دي مكاتينو كاري إمور دي بالد قطيجو سيف وإن أنا جوني أنا نيند الأرباني وإن ندو دي قلت هاي قال نيلل يتطير بعض الأرقام ولا نيميروجي قطيجو أوتي نكاتينو رهاي نيميروجي مود ببعض الأشخاص يقول فلان هذا شر مجرد ياتي لازم تاتي المصيبه. ما انا كتنرا وكر ان كاري جودي اور ميمدا فوتو ديت سونه ربوني هبيمي هذا كل هذا من الشرك الاصغر اي بي جي دو فاب كونون دي شرك شركو جي توسوكينو لا علاقه لهؤلاء بما يحدث لك كونون اي بي جي دو كتنرا فاب امرا هاي هنا كو ريندي امور كو وني هي وني ودكون كادنا دو تتوكل على الله وتمضي ولا عليك مما ترى وتسمع. مانا كو ان اوتيكو يوتو الله سبحانه وتعالى يها وانا يويتو امور كو نانتا ولا كو ييتا. ولو رجع الانسان عن سفر عن زواج لانه راى او سمع هذه الاشياء فهو مشرك شرك اصغر نسال الله عنه السلام. ساي اوتيكو نون كات نوري جوني ستاي وانا وي سيفر اي بي جي دو جوني مفالنو جومبو دو ولا مفالنو ياد ست ياغول كونو او يلتوري ست ياغول ماكو سابو اي بي جي دو هلا شركي شرك توسوكو. المسلم دائما يتفاعل لا يتطير. مانا جول سونو سونو كويو سكتك ومؤي ونايو كتنور مك كبني كل ما يأتي من الله فهو خير ترى ما أكو يورك الله سبحانه وتعالى أنكو مؤي رنو نتوكل على الله يوي تورن الله سبحانه وتعالى ونأخذ بالأسباب ونس يوي تقول سنجاني يتنون سبب بوجي في نرهن تورك أما هذا التطير ليس بسبب كوكو نكتنور ده نون هاي هون ما نون سببنا والله أعلم.